اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. رجعنا لحضراتكم مره تانية، هنبدا نتكلم عن مباراه قطر والاكوادور ونبدا باستعراض تشكيل الفريقين. ابدا بك يا اسر. كابتن، الحقيقه يعني تشكيله شويه مغايره للي حصل في ماتش البانيا الاخير. طبعا طبيعه الحال ده مباراه افتتاح المونديال، رجع من الاربعه، حب انه يامن يلعب بثلاثه في حاله الهجوم وخمسه في حاله الدفاع. أوكي. 5-3-2. رغم ده شفنا ما نفعش ابدا التخوف التكتيكي ده والتراجع في خط الظهر قوي، كان في خوف باين قوي. الحقيقه اللعيبه وفيليكس سانشيز النهارده كابتن اسلام ما عندهمش اي عذر لشكل اداء ده. انت داخل النهارده لازم يكون في عقليه الفريق ان انت بطل اسيا. صحيح. وشفنا اداء كويس قوي لمنتخب قطر في اكتر من احتكاك. خلي بال حضرتك كمان ان المنتخب القطري جهز نفسه وعمل تحضير للمونديال مفيش منتخب في العالم حضر زيه. منتخب قطر لعب كوبا امريكا لعب كوبا امريكا 2019. اوكي. ادى اداء كويس، اتعادل مع باراجواي، اتغلب من كولومبيا 1-0، اتغلب من ارجنتين 2-0، نتائج مرضيه جدا. فخد الاحتكاك بتاع امريكا الجنوبيه، مش عارفين الخضه بتاعت النهارده دي كانت حاصله ليه. اتسمح له من الاتحاد الدولي انه يلعب في المجموعه الف في تصفيات اوروبا، ولعب ماتشات مع دول من اوروبا، خد الاحتكاك ده، شارك في الكونكا كاف بطولة أمريكا الشمالية وأدى أداء برضو كويس، وصل لآخر أربعة كابتن إسلام، وكمان لعب خسر قدام أمريكا في تكساس، فبالتالي أمام جمهورها، فبالتالي أداء من ناحيتين. النهاردة شفنا طبعا الرجوع، ده تشكيل اللي أمام حضراتكم على اتفضل. رجع من أربعة لخمسة، طبعا كان المباراة اللي قبلها كان معتمد على أربعة بس في خط الدار. النهاردة عبد الكريم رجع، فضل الله رجع ورا، بس هو اللي كان بيلعب ناحية بيدرو هو بسام الراوي. رغم ده كان دايما في مشكله في الحته اللي باينه قدام الجماهير يعني في الشاشه. النهارده برضه عايزين نقول يا كابتن اسلام حاجه واشاره لمنتخبات كتيره جدا، والمقوله دي بتتاكد، مفيش فريق بطل بدون حارس مرمى بطل. النهارده للاسف سعد الشيب الحقيقه او سعد الشيب كان سبب رئيسي في ان المنتخب القطري يخسر النهارده. خوف غير مبرر ابدا في الدقيقه الثالثه. الحمد لله ان الجون ما اتحسبش، لكن عليه وجون جدلي جدا يا كابتن اسلام، يمكن يعني نعرض اللقطات. انا شفت التحليل بتاع الكابتن جمال الغندور اللي هو المفروض ان هو المحلل الرئيسي في قنوات بين سبورتس، اعتقد ان هو بيتكلم، قال ان هو معتمد على التقنيه معينه، فبالتالي التقنيه دي انه تقدم الحارس اخر خط، هو تقدم الحارس وما بعده، وبالتالي كان في سنتيمتر من رجل المدافع المهاجم بتاع الاوروغواي زياده عن، وبالتالي هي اوفسايد. بص يا كابتن اسلام، حضرتك يعني يمكن ادرى مني انا ومحمد، لعبت في محافل دوليه ولعبت كاس عالم انديه ولعبت النهارده، ان بلغه الكوره الفرقه فكه من قبل الماتش يبدا، من ضربه البدايه واضحه. واضحه جدا الفرقه فكه بلغه الكوره من الدقيقه الثالثه، ان انا اطلع بخروج غير مبرر واخش اخش التحم كده فالكوره تنزل لانر فانيلسيا. على فكره هذا اللاعب برضو اللي خد رجل المباراه، يعتبر لو اعتبرنا ان الهدف ده يعني هو مسجل كده في الشوط الاولاني هاتريك، ده تصريح وستيتمنت. الحاجه الثانيه، انر فانيلسيا النهارده نجم الاكوادور، طبعا انا سيب الاكوادور لمحمد، بس عايز اقول انه تساوى برصيد 5 اهداف مع 2 نجوم كبار قوي، مع روماريو، مع زين الدين زيدان. فبالتالي اللعيب بيستحق يعني على جهده انه يتقارن، يتحط في الـ في الـ في, الـ في الاسامي دي. النهارده يعني في حاجات انا ممكن استحمل يا كابتن اسلام، انه الممثل العربي النهارده منتخب القطري، انه مثلا هو منتخب الاكوادوري فيه فوارق في المستوى وتم اكتساح منتخب الاكوادوري لانه القدرات اعلى بكتير، لكن ما كانش ده القضيه ابدا. كان في رعونه، كان في خوف غير مبرر في كور. يعني النهارده مثلا انا في الجون الثاني شفت ان بسام راوي مكسل هو بيدرو يرجعوا يمسكوا انر فالنسيا، اللاعب لقى يعني رجع خطوه بسام، حتى معانا اللقطه يمكن، وراح طالع ثاني سابه خالص لبيدرو، طلع انر فالنسيا استغل طبعا المسافه طبعاً والجاب اللي بينهم، طلع بالهيد نموذج طبعا ارتقاء ممتاز وسجل الهدف الثاني. الجون الاول غير القفز، غير الموفقه خالص من حارس سعد شيب، ضربه الجزاء ما فيش حد بيعمل ضربه جزاء كده ابدا يعني. فبالتالي اخطاء كثيره جدا، اعتقد فيليكس سانشيز محتاج يراجع نفسه. مباراه اليوم انا كمواطن عربي بين قوسين مصري كنت يعني فعلا متوقع منتخب قطري ممكن يكسب، كنت دي المباراه اللي عايز ياخد فيها النقط، يجمع فيها النقط وبعدين يشوف هيعمل ايه مع السنغال وهولندا. هو ده اللي كان التفكير لاي حد بيفكر في هذه المباراه، او تحديدا هذه المباراه، ان هو قطر لما تلعب الاكوادور احنا كلنا كنا احنا قاعدين نقول ايه، يعني هي دي الفرصه الوحيده، لازم انت هتلعب، لما تلعب السنغال هتبقى الامور صعبه جدا، ولما هتلعب هولندا هتبقى الامور صعبه. مزبوط. وبالتالي احنا بعد هذه المباراه شفنا ان الامور هتبقى صعبه جدا 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 امام السنغال وامام هولندا. مظبوط. هو بالتالي دلوقتي عرضه ليه انه يلعب المباراه الجايه امام السنغال، منتخب قوي جدا حتى في غياب ساديو ماني. صحيح. فبالتالي يعني بتمنى انه يحقق اكتر نتيجه ايجابيه،
وعنده بعدها هولندا كانت مباراه اكوادور هي مباراه القفزه. فيليكس سانشيز امام انت بتلعب كبطل اسيا مدعوم ب 60,000 من الجمهور، مالكش اي عذر ان يبقى ده الاداء حقيقي. الخوف غير مباراه الشوط الثاني بذكاء مدرب اكوادور الفارو بيسيب لك الاستحواذ، وريني ممكن تعمل ايه قدام جمهورك، يعني حاول تغامر او تعمل حاجه. بالمناسبه مدرب اكوادور الفارو برضو نديله حقه الناحيه الثانيه، يعني مدرب ده كرة دايما بتدي فعلا من يجتهد ومن يستحق. ده كان بادئ كابتن من 20 سنه من دلوقتي 92 كمدرب درجه ثانيه في ارجنتين. أوكي. النهارده بيكسب البلد المضيف في افتتاح كاس العالم قدام القطر.